السلام عليكم. زيدا زي احنا باش نمشيو لحاجه الحدث مزيان برشا. مؤخرا تحصلت ضيفتنا نورة ترابلسي على الجائزة الوطنية الأولى عن أفضل مشروع توأمة رقمية على المرحلة الابتدائية. نحب نرحب بها، نقولها ألف مبروك نورة، ديما هكا منورتنا أنت ما شاء الله عليك وديما متألقة. يعيشك مدام هريم، كل عام أنت بخير وإن شاء الله سنة سعيدة ليك ولكل المستمعين. يعيشك، إن شاء الله سنة مباركة عليك. إن شاء الله يعيشك. إن شاء الله أكيد مع الجوائز إن شاء الله باش تكون سنة سعيدة ليك. نحب نرحب زيدا منورتنا برشا في الاستوديو سفيرة التوأمة الرقمية بصفاقس مدام إيمان طقطق. مرحبا بيك إيمان، أهلا وسهلا نورتنا بحضورك. يعيشك إن شاء الله، كل عام وأنتم حيين بخير. يعيشك، سنة مباركة عليك إن شاء الله. نبداو معك إيمان ساعة، نحبوا نحكيوا عن المشروع للناس اللي ما تعرفوش، برنامج التوأمة الرقمية اللي هو مشروع أوروبي وتحت إشراف المركز الوطني لتكنولوجية التربية. فات الإتوينينغ هو برنامج أوروبي كما قلت أنت، يضم 43 دولة من ضمنهم تونس. هو من بين البرامج اللي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتحديدا تحت إشراف فريق عمل في المركز الوطني لتكنولوجيا في التربية كما نقولوا احنا لو سي ان تي او، هو الذي يدير معناتها لو سويفي لامبليمونطاسيون دو بروغرام إتوينينغ اون تونيزي. شنو هو الإتوينينغ؟ الإتوينينغ ولا التوأمة الرقمية هو عمل تشاركي عن بعد بين مشاريع عن بعد بين مؤسساتنا التربوية ابتدائي اعدادي ثانوي ومع مؤسسات تربوية في الدول المنخرطة في الاتحاد الأوروبي. كنقولوا عمل تشاركي عن بعد، هذا يستوجب معناتها يجمع ما بين مدارسنا مؤسساتنا التربوية وما بين مؤسسات أخرى في أوروبا. وكنقول عمل تشاركي عن بعد نحكيه على استعمال التكنولوجيات الحديثة ونخصه بالذكر ليزوتي ويب 2.0. وهوني كي نختموا المشاريع هذه عن بعد في القسم مع صغيراتنا، صغارنا ولاو يتواصلوا مع شركائهم في الخارج ويقوموا بمشاريع ونشاطات في شتى المجالات. هناك توظيف لمهارات القرن 21 ونخصوا بالذكر التجديد، الابداع، التواصل، التفكير النقدي، استعمال التكنولوجيات الحديثه. وهوني فما اعتزاز بالوطن وخاطر معناتها فما برشا استعمال المحادثات عن بعد. وكي نقولوا محادثات عن بعد ولا نسميهم احنا في فرنسي لي فيديو كونفرنس، دونك ديما عالم تونس مرفوع، فما اعتزاز بالوطن، فما ثقه بالنفس، فما روح الابداع في المحادثات هذيا. دونك المشروع هذا إتوينينغ يخلق برشا حماسيه بين التلامذه وكيما قلت يخلق روح الابداع وثقة بالنفس ويصير نوع من التلاقح في الأفكار وفي الثقافات بين تلامذتنا وما بين تلامذة أخرين يعني في الخارج. والأستاذ كي يخدم مشروع إتوينينغ دونك في شهر ماي يقع تقييم المشروع هذا باش يتحصل على جودة، مع شهادة في الجودة على مستوى وطني من طرف المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، وعلى مستوى أوروبي من سنترال سبورت سيرفيس في بروكسل المسؤول على الإتوينينغ الكل. وإن فوا الأستاذ يتحصل على اللابيل دو كاليتي اللي نسميه احنا بالعربية شهادة جودة في المشروع نتاعو إتوينينغ. دونك عنده الحق باش يشارك في الكونكور ناسيونال إتوينينغ، المسابقة الوطنية في أحسن مشروع إتوينينغ. وسنا مع المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية اختاروا 6 أساتذة أصحاب مشاريع لأفضل مشاريع إتوينينغ، زوز من على مستوى ابتدائي، زوز أعدادي، زوز ثانوي. والحاجة الباهية أنه من 6 الجوائز فما 4 جوائز من صفاقس، 4 أساتذة من صفاقس متحصلين، 4 مشاريع مع تلامذتهم تحصلوا معناها على الجوائز اللي هي من صفاقس. دونك هذا هو الإتوينينغ بصفة عامة شنو هو. دونك والأساتذة اللي خدموا في المشاريع هذه وقع تكوينهم في المركز الجهوي للتكوين المستمر، معناتها وقع تكوينهم زادة عن بعد في دي لايف ايفنت. دونك فما متابعة معناتها مستمرة للأساتذة هذوما، مش ينخرط في المشروع وينخرط المؤسسة نتاعو دونك نسيبوه وحده، لا، فما إحاطة تامة ليلو. حتى المركز الوطني يعمل دي تورني ناسيونال كل عام من الجنوب للشمال، معناتها في الكريفوك يعملوا تكوين للأساتذة وللمعلمين، مش كان أساتذة أو حتى معلمين. وهذايا كيما قلت لك يبدل
الكوتيك تراديسيونيل كلاسيك اللي كان الاستاذ يخدم بيها في القسم هيك التلقين وكالاسلوب العمودي معناها ولا. ما بين الاستاذ المربي وما بين التلامذه معناتها يخلق ديناميكيه وحركيه جديده أيه. تحكي لنا زيد نورا من جديد نهنيوك ونديرك لك معناها انت فزت على مستوى المشروع اللي وتحصلت على شهاده الجوده على مستوى وطني وعلى مستوى زيد اوروبي اي احنا تحصلنا على لابيل دو كاليتي ناسيونال وعلى البنت كاليتي اوروبيه احنا حكينا شويه على المشروع أي. وعلى التجربه كيفاش كانت خاصه مع تلامذة كيفاش تفاعلوا معك احنا تمنينا يكونوا حاضرين هكا مجموعه من التلامذة اليوم يحكيوا لي كان بما انه اليوم رجعوا للقرايه وتوا هما يقراوا مجهولا فقط تحيه ليهم ولاوليائهم دونك هو المشروع اسمه كل طفل هو فنان يعني من اسم المشروع نفهم اللي فما فن وفما ثقافه وفما يعني نخدمه معناها برشا ديز اكتيفيتي في وسط البروجي احنا البروجي هذايا فما 8 بلدان الساعة اللي هما مشاركين معنا اذربيجان ارمينيا البانيا اوكرانيا قبرص وايطاليا واليونان هذوما اللي خدمنا مع بعضنا اون كولابوراسيون مع بعضنا فما برشا ديز اكتيفيتي انا اخترت البروجي هذايا اللي هي كانت مدام ايمان هي الفونداتريس نتاع البروجي هذايا كاخترته لقيت معناتها يخدمني انا التلامذه بتاعي في الابتدائي يعني خدمنا مسرح خدمنا معناها برسك وظفنا تولي ماتير يعني خدمنا مسرح عملنا رسم براعات يدويه معناتها حاولنا نوصلوا الموروث الثقافي بتاعنا معناتها كل مره نختاروا مثلا عرفنا باللي عرفنا باللبس التقليدي معناتها استعملنا الرسم استعملنا البراعات اليدويه نظمنا يوم مفتوح في المدرسة عرفنا باللي بس تقليدي معناتها التلامذة هما اللي جاوا لبسوا لبس تقليدي ووريو للعباد الكل معناتها هنا وشافوا يعني صورناه وشافوه في الدول الأوروبية معناتها محلاكي شافوا تصور معناها بيانسير وكل هو كل شيء توثيق معناتها بالنسبة للاكتيفيتي الكل موثقين نستعملوا الويب 2.0 معناتها خط مدام فما مادام فما كومينيكاسيون مع الدول الاخرى دونك شنو ما احنا مش نستعملوا هنا باش نستعملوا ادوات التواصل هي اسمها الويب 2.0 معناتها خدموا لي فيديو خدمنا يعني كل شيء معناتها هوني خدمنا يعني حتى كي نجيو نشوفوا حتى يربط بين المواد هو يعني اي مشروع انت تخدم مشروع في قسم مي تكون انت في كلاسك مسكر على روحك مي مع الاتوينينغ راك مش تخرج بهالمشروع هذا مع معناتها مع تلامذة اخرين عندهم افكار اخرى عندهم يعني يتبادلوا هنا كيفاش تفاعلوا معاك التلامذة مع المشروع هذايا اي ما تتصورش قداش فما موتيفاسيون معناتها في الكلاس كل خاطر احنا كل جمعه عندنا اكتيفيتي يسالوني يا مدام شنو باش نعملوا الجمعه هذه يعني كل جمعه فما اكتيفيتي جديده نعرفش دونك هنا استعملنا المسرح نظمنا كيما قلت لك هنا يوم مفتوح للتعريف بالموروث الثقافي اللباس التقليدي المأكولات التونسيه عندنا الاوليه ساهموا معنا هنا بالعرف عرفنا بالاكله التقليديه التونسيه بما انه الاوليه موجودين في المدرسه من برشا ولايات دونك حاولنا احنا نعرفوا بهال معناتها بهالاكلات هذه من خلال الاوليه معناتها مش كجبنا تصاور حاضرين وكا لا معناتها صور كانت حيه وموثقنا كل شيء عملنا زيدا مسرحيه هما كتبوها التلامذه ومثلوها هنا كان فما كما قالت مدام ايمان فما اعتزاز بالوطن اعتزاز بعاداتنا بتقاليدنا وهذا هو احنا نحبوا نوصلوا لتلامذتنا ونرسخوه معناتها هنا في عاداتهم وتقاليدهم انهم يعرفوا كيفاش يوصلوها للمتلقي للناس كله خاصة على مستوى كيف ما هي كتظهر كمشروع على مستوى أوروبي وين صار هذه الكل في مؤسستكم التربوية في مدرسة نطول فرنسا أنا عاملة نادي اسمه نادي التوأمة الرقمية كنت مسميته قبل نادي تلاميذ القرن 21 السنة بما أني انخرطت هنا في نادي في الإتوينينغ سميته نادي التوأمة الرقمية وان شاء الله حتى السنة ما انت ما زلنا مواصلين مع بروجي اخر ان شاء الله ان شاء الله مزيد من النجاح عايشك مع مشروع هذه الرائد معناتها المزيان برشا كل طفل هو فنان شنو هي مختلف المشاريع اللي تخدموا عليها في التظاهره هذه اون فيت الايتوينينغ نخدموا في معناتها نجمو نخدموا برشا مشاريع احنا توا سنا مثلا انا سنا فونداتريس في دو بروجي بروجي كله على الكوداج بروغراماسيون بيسكو انا انسيني اون انفورماتيك دونك
ومعناتها وانا نخدم مع معناتها فونداتيس في بروجي مع واحده من اليونان. خاطر هي كيفاش توأمة رقمية لازم ان بروجي يكون فيه دو فونداتور من من زوز دول مختلفين. دونك ومعانا دي بارتنير نخدموا في نخدموا معناتها في المشروع هذا على الكوداج نعرفوا بنفسنا بالبروغراماسيون بروغراميو معناتها ان بروغرام هذاك ان لوجيسيال معين نعرفوا برواحنا نعرفوا بالمدرسه نتاعنا بال مدينه صفاقس بتونس ومن بعد نشاركوا فيكم لي زيفينمون انترناسيونال لي جيو كيما الاور اوف كود وكاستور وافريكا كود ويك وسيف انترنت دي به. وعندي مشروع اخر زاد نخدم فيه انا زاد فونداتريس مع ماريا من ايطاليا معنا زاد مدام نورا معنا برشا دي بارتنير من تونس هذايا المشروع بازي سور لافيرونمون اي لا ناتور معناتها صحيح انا استاذه تعليميه لكن نخدم مع استاذه العلوم الطبيعيه نخدموا مع الديسان نخدموا مع الموسيقى لكن هذه كما قلت لك مشروع على الانفيرونمون دونك نحاولوا نفهموا الانفيرونمون تاعنا الكليما نخدموا راهو نخدموا اون كولابوراسيون معناتها مثلا مش نالفوا قصه منجيش انا نالف قصه وحدي في القصه لا راهو نخدموا القصه نبدا انا نكتب ثلاثة سطور من تونس ثلاثة سطور من اليونان ثلاثة سطور من ايطاليا افيك ان اوتي كولابوراتيف العباد الكل تدخل او ميم طون دونك كيفاش انت يا استاذه تعلم كيفاش معناتها تجمو تخدموا الناس الكل من مختلف الدول هذيا وتنتجوا نفس المنتوج نفس المنتوج احنا في الافري تشايلد ديزاين ارتست هذيا البروجي نتاع مناول اللي خذا دو بري ناسيونو على مستوى اعدادي وعلى مستوى ابتدائي خدمنا فيه بريسك 12 كتب الكترونيه بمعناتها بتعاون مع بعضنا لي بارتنير الكل معناتها ألفنا قصة عملنا بوستير كولابوراتيف عملنا فيديو كولابوراتيف معناتها فيديو يونانية ترجمناها باللغات الكل كانت فكرة بارتنير وعجبتنا معناتها احنا لي بارتنير الكل مش معناتها انت راهو باش تكون فونداتور في بروجي راك انت اللي باش تتحكم في البروجي نو با دي تو جوست سي بور لو لانسمون دو بروجي بوي معناتها لي زيدي الكل سي اون كولابوراسيون افيك تو لي بارتنير لي بارتنير معناتها تعاونوا لي سكون تعاونوا الحاجه الباهيه تتبادلوا الافكار لي سكون في الاخير تخرجوا منتوج هكا يعبر عليكم لي سكون سي بيان نرجع لك نورا معناتها باعتبار انت في النادي تتفاعل هكا ويتفاعلوا معاك التلامذة والصغيرات شنو ربما الاضافه اللي حسيتها اضافت لهم معناها تلامذتك هما هنا في البروجي باش يخدموا اون كولابوراسيون دونك فما تعاون فما قياده اش معناها يعني هوني معناتها حتى كي نجيو نحطوا احنا لي زكتيفيتي شنو باش نعمل خليهم هما يعطيوني الافكار يعني هما اللي يخرجوا لي شنو باش نعملوا يعني في كل اكتيفيتي هما اللي يعطيوني الافكار دونك هنا هما اللي فما خلق فما ابداع هما يكونوا موتيفي كي خدمنا المسرح كي خدمنا خاطر احنا حتى كي نظمنا اليوم المفتوح باش نعرفوا بالموروث الثقافي راهو كان كله من انتاج التلامذة سواء مسرح سواء غناء سواء حتى الرقصة التقليدية معناتها على الاغاني الشعبية خلينا اغاني شعبية وحاولنا معناتها باش نعرفوها هنا للدول الاخرى هما قاموا معناتها مثلنا هنا الرقص اللي حبوا هما يوصلوا وجشتك مع استاذه التربيه الرياضيه معناتها عاونتنا في الرقصه معناتها هنا باش نجموا يعبروا عليها يعني فما كياد معناتها زاده فما خلق وابداع خاطر كيما قالت مدام ايمان خدمنا قصه مع بعضنا هي شنو هنا معناتها فما شخصيه كل مره تزور بلاد وكيزور البلاد هذيا نخترنا احنا كل مره يحكي على معلم تاريخي موجود في البلاد دونك هما عملوا البحث نتاعهم وهما اختاروا معناتها احنا شنو اخترتوا بالنسبه لتونس شنو المعلم لا بالنسبه للتلاميذ اختاروا الجم ايمان شنو ابو القاسم الشابي ابو حكاو على ابو القاسم خاطر احنا نحكيوا على معالم ولا شخصيه تاريخيه انا التلاميذ نتاعي اختاروا حكاوا على الجم كيفاش تاسست معناتها بركنا عليهم انت نفسك تكتشفهم هالتلاميذ هذوما قداش فما حاجه باهيه انهم لقاو فرصه كبيره باش انهم يبداوا فما حاجه باهيه انهم معناتها كتبوا القصه باللونجلي يعني كتبوها بالعربي ومن بعد ترجمناها للغه الانجليزيه خاطر هنا برشا لي زكتيفيتي نتاعنا وصلناها معناتها باللغه الانجليزيه دونك فما كومينيكاسيون فما ما شاء الله عليهم حتى اللغه معناتها يحسنوا حتى في اللغه نتاعهم
كيف كيما قلت لك معناتها بالنسبه للوبجيكتيف هو الحاجه الباهيه معناتها في الإتوينيك انه تلقى روحك تخدم مع افكار اخرى مع فهنا فما ربط ما بين المواد الاساسيه اللي قاعدين نقري فيها في الكلاس. انا نلقى روحي وظفت مثلا تربيه التكنولوجيه التاريخ الجغرافيا الحوار المنظم الانتاج الكتابي المسرح الغناء الرسم التربيه البدنيه كل شيء كل شيء زي. وفما تعاون ما بين حتى زملائي وما بين زملائي اللي كانوا معنا هنا في البروجي ومع الزملاء اللي موجود خاطر حتى يعطيوك افكار انت كتشوف فكره تنجم انت تستنبل منها فكره اخرى تكون احسن ولا تحاول ان هنا هوني تحسن. يعطيكم الصحه برافو عليكم ان شاء الله هكا ديما متميزين وديما متالقين. يعطيك صحه نورة الترابلسيه نهنيوك من جديد على الجائزه الوطنيه الاولى عن افضل مشروع توأمه رقميه للمرحله الابتدائيه. يعطيك صحه نورتنا سيدي بحضورك مدام ايمان طقطق سفيره التوأمه الرقميه بصفاقس. مزيد من العطاء ان شاء الله مزيد من النجاح والتالق زيدوا هكا تدفعوا التلميذ اكثر باش انه يعطي باش انه يبدع باش انه زيد يتالق ويثق في نفسه. يا بنت بلادي ريان هديوها ليكم انتما بنات بلادي.